مرحبا بكم شيوة ماما. اليوم جيتكم بوصفة سهلة جدا تاع مثلجات ونتاع انجلاس سيرا غلاس ساندي. هاد المثلجات مشهورة، هاد لو ساندي مشهور بزاف في ماكدونالدز، دونك سيرا غلاس تاعهم. هاد لاغلاس هي عبارة عن اون كريم غلاسي خفيفة، ما تجيش كيما لا كريم غلاسي اللي متعودين ناكلوها، تجي تشبه شوية لاغلاس اللي ناكلوها باغيزون في الجزائر، هاديك تاع لي كورني تاع لا ماشين، لاغلاس ايطاليان بلا ماشين فاني. دونك كيفاش تجي؟ تجي هاديك غلاس، دونك غلاس لا فاني، وفوقها نديرو لو توبينغ اللي نحبو، دونك نديرو كراميل ولا شوكولا ولا كولي دو فخي روج، يعني دي فخيز مفراولة ولا الفواكه الحمراء، وفوقها تاني زيدو شويه كاوكاو محمص. نبدا بالمقادير. بسم الله. هاد المثلجات تسحق 3 مقادير فقط، تسحق جولي كونسونطري دونك حليب مركز محلى سكري، نسحقو الى كريم فلويد دونك كريمه سائله. سحقيت هنايا الكميه بور الحليب المركز، نسحقو 250 غرام. لا كريم ليكيد دونك لا كريم السائله نسحقو 40 سنتيلتر. هنا الشرط لازم تكون 30% تاع ماتيغ غراس، دونك 30% دهن باش نطلعوها ان شونتيي. كان تكون اليجي فيها 15 شاشيني ما طلعناش. نسحقو شويه فاني، هذا ما كان. دونك 3 مكونات. نبداو بسم الله. انا حطيت كلش في الكونجيلاتور باش يقعد كلش بارد، هي سخانه بزاف دونك فو فريمون يكون كلش بارد باش يطلع لي لا كريم اون شونتيي. نبداو نطلعوا لا كريم الباتور. بسم الله. هنا لا كريم فلوي طلعت لنا تري تري بيان شونتي، نوريها لكم. دونك هنا الشرط لازم تكون بارده بزاف باش تطلع لكم، سينو ما تطلعش. تقدروا تعوضوا هاد الكريمه السائله بال شونتيون بودر مع الحليب. يعني انا نفضل كان تكون عندكم متوفره لك كريمه سائله، نفضل الكريمه السائله يعني طبيعيه، خير من لا بودر تاع شونتي. والا ما لقيتوهاش معليش ديروا لا بودر، الاسانسيل تطلع ان شونتي تطلع مليح. نحطوها في اناء، هنا حنخلطوها بلاقة بأون سباتويل باش ما نكسروهاش. نديرولها شويه لافاني، يعني هاد لافاني نحبو بالحب نديرها ماكسيموم. تقدروا ما ديروهاش الا كان ديروا اون صوص من الفوق الناباج، تقدروا تاكلوها لي حاب ياكلها لا غلاسون ناباج، يقدر ياكلها مباشره هكذاك. دونك هنا نديرو 250 غرام تاع الحليب المركز محلى، انا عندي 300 غرام في اليوتيوب ما حاش نديرو كامل. نفروها بالعقل، نخلي قيس 50 غرام باسكو فيها 300 غرام قلنا، ما نديروش كامل. هنا نبداو نخلطو بلا عقل الخليط تاعنا، نخلطوه دونك من الوسط فيغ لي بور باش يدخل بك هذاك الحليب المركز داخل لا شونتيي، يعني ما نخلطوش هكذا باش تقعد لا شونتيي تاعنا اونكتويوز. نحركوها مليح حتى يدخل كامل لي كونسونطري لداخل، بعد عاد نحطوها في المجمد حوالي 6 ساعات، وكي نجبدوها ناكلوها مباشرة هداك الشدوب دوب غا دوب فريمون رابيدمون، دوب بسرعة جدا. هنا بركات دخل مليح الحليب المركز داخل، نحطها مباشرة في المجمد،
يعني خاصة الحرارة هي اليوم راهي سخانة بزاف، الحرارة هي مرتفعة، دونك تمتم تقدر تطيح لها كلاص ما تشتش روحها. نحطها مباشرة في الثلاجة، نخليها تبات، راح نخليها تبات ليلة كامل، وغدوة ان شاء الله نوريها لكم. لا كلاص ندي تاعنا راهي واجدة، جبتها من الثلاجة، درت لها شوية كراميل وبو سالي. دونك انا هاد الكراميل خدمته من قبل معاكم، تلقاو تحقوا يحبوا الوصفه تلقاوها على الرابط. هاوليك ادي فوتناولوها رابيدمون خاطر تدوب بالخف، وادي تري تري بون فريمون بلينا بزاف. دونك ننصحكم تسيوها. درت فوقها شويه كراميل وشويه تقدروا ديروا فوقها شويه كاوكاو، ولا واش عندكم مكسرات كيما حبيتو. تقدروا ديروا فيها ايضا شوكولاته ولا دي بيبي دو شوكولا ولا دي سمارتيز الدراري كيما حبيتو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم، ديروا لي جيم لا فيديو، وتشتركوا في قناه شيوات ماما باش يوصلكم جديد ان شاء الله. ومع السلامه.